واحد بيقول لي انا تلميذ في المرحلة الاعدادية واحب اجتماعاتك كثيرا، وسؤالك الاتي: ابي ابوه جسد يعني يحب العمل كثيرا ويحب ان يتفوق اكثر ويحبني ان انجح في دراستي، ولكن هو لا يحب الله ولا يهتم به مثل العمل، ونادرا ما يذهب الى الكنيسة الا في المناسبات، ولا يتناول منذ فترة كبيرة، وهذه مشكلة عند كثيرين، فماذا نفعل؟ انت برضو انجح وخليك متفوق، ولما يجي والدك يهنيك بالنجاح والتفوق قل له كل ده بسبب ربنا وبسبب ان انا بروح الكنيسة، ويا ريت انت راخر تروح الكنيسة.